تتوصل العناية الملكية بساكنة مدينة بني ملال لتشمل مختلف المجالات، وتنطلق هذه العناية وهذا المجهود الجبار الذي تم الانخراط فيه في كل أرجاء البلاد من رؤية استراتيجية تتوخى ضمان تحقيق التنمية المتوازنة لمجموع جهات المملكة لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية قام العاهل الكريم بإطلاقها أو تدشينها في إطار الزيارات المنتظمة لجلالته في كل أنحاء المملكة. لقد وضع صاحب الجلالة نصب عينيه المواطن المغربي الذي هو رأس مال الدولة والكنز الذي يجب استثماره والاستفادة من كفاءته، غير غافل حفظه الله لضرورة تمكينه من العيش الكريم من خلال تحقيق كافة متطلباته. مطار بني ملال الجديد الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشينه بعد أشغال إعادة بنائه وتهيئته، يعتبر ورشا مهيكلا سيسهم في تعزيز جاذبية جهة تل أزلال الاقتصادية والسياحية وتقوية بنيتها التحتية باعتبارها قطبا يرصي بشكل واعد دعائم تنميته المجالية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين جهة تل أزلال من بنيات تحتية مهمة في مجال الملاحة الجوية تستجيب للمعايير الدولية وتواكب المشاريع المهيكلة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة. المطار الجديد لبني ملال الذي تطلب إنشاؤه غلافا ماليا قدر ب 195 مليون و500 ألف درهم، والذي شكل موضوع اتفاقية وقعت تحت رئاسة جلالة الملك يوم فاتح أبريل 2008، يندرج في إطار الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته من أجل فك العزلة وتحسين الولوج إلى جهة تل أزلال مع تمكينها من تنمية شاملة متوازنة ومستدامة. كما يعكس المطار الجديد الواقع على بعد 8 كيلومترات شمال غرب مدينة بني ملال حرص جلالة الملك على تمكين جهة تدل أزلال من مطار كفيل بتطوير حركة النقل الجوي الدولي مع البلدان الأوروبية التي يفد منها السياح وتلك التي تستقر بها أعداد كبيرة من المغاربة المقيمين بالخارج أبناء هذه المنطقة الواقعة في وسط المملكة. وشمل إنجاز هذا المشروع بناء محطة جوية للمسافرين وبرج للمراقبة وكذا تأهيل مدرج الطيران وجوانبه وتوسيع السور وتهيئة مسلك طرقي وموقف للسيارات. المحطة الجوية الجديدة والتي تبلغ طاقتها 150 ألف مسافر في السنة تم تزويدها بتجهيزات تكنولوجية حديثة تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجالات الأمن والسلامة وجودة الخدمات، وعلى هندسة تستفيد من الفضاءات بكيفية أمثل سعيا إلى بلوغ تدبير مرن لحركة المسافرين. وتتوفر هذه المحطة على بهو عمومي ومنطقة للمغادرة خاضعة للمراقبة الجمركية تشتمل على قاعة لاستقبال الضيوف المميزين وبهو للوصول. الأشغال التي شملت كذلك بناء برج جديد للمراقبة واقتناء تجهيزات حديثة للملاحة الجوية والإنارة الضوئية الأرضية شديدة القوة التي ستتيح على التوالي إرشاد الطائرات في الطرق الجوية والإقلاع والهبوط الليلي. وفي هذا اليوم الأعز يوم الجمعة الذي جعله عز وجل أسعد الأيام وأغلاها وميز هذه الأمة به وجعله عيدا لها، يقوم أمير المؤمنين بزيارة ميمونة لمدينة بني ملال. وساكنة بني ملال تعيش جوا مغمورا بالحب والوفاء لأمير المؤمنين، تعبر من خلاله عن شكرها الخالص لأمير المؤمنين الحريص على مواصلة مسلسل تأهيل المدينة وتمكينها من بنية تحتية متينة ومشهد حضاري متناغم وجذاب، إلى جانب تزويدها بمختلف المرافق الحيوية الكفيلة بمواكفة الطفرة الاقتصادية والديمغرافية التي تعيش على إيقاعها. مدينة بني ملال وبفضل المبادرات الملكية الرائدة تتحول إلى مدينة جذابة ومستقطبة للخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وعلى إيقاع المشاعر الوطنية الجياشة تحولت مدينة بني ملال إلى فضاء
يجسد في كل تجلياته مغزى وأهمية هذه الزيارة الملكية الميمونة التي يجد فيها سكان جهة تدلى أزيلال فرصة أخرى للإعراب مجددا عن مباركتها لكل خطوات جلالة الملك ومواقفه النيرة لتحقيق تنمية شاملة ومندمجة. مدينة بني ملال التي هي أصلا ورش للبناء تحولت إلى ورش للفرحة والمحبة من خلال مظاهر الزينة التي اكتستها أهم شوارع وساحات وفضاءات المدينة التي زادتها الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة رونقا وجمالية، وهي تعيش أجواء من الفرحة العارمة بهذا اللقاء الذي يعكس قيم الوفاء والولاء والترجمة العملية والميدانية للإرادة الملكية الراسخة لتعزيز التنمية. حدث زيارة صاحب الجلالة لمدينة بني ملال حدث متميز بما يطبعه من أبعاد وبما يميزه من تواصل، أراد جلالة الملك أن يكون متجددا على الميدان لصلة الرحم ولتفقد أحوال الساكنة ولضخ دماء جديدة في مسيرة التنمية المستدامة والمندمجة.